اول رد من محكمة النقض على مذكرة محمد عادل اللي اتقدمت يعني من محامين محمد عادل اشرف نبيل وخالد البري وفريد الديب، وقالت النهاردة ان تم تحديد بالفعل جلسة، والجلسة دي هتكون يوم 26 يناير عشان المحامين دول يروحوا يترفعوا ويدافعوا عن محمد عادل ويقدموا اللي عندهم من مستندات ومن أدلة. وقتها بقى ساعتها محكمة النقض هتبدأ تقول كلمتها، إذا كان النقض بتاعكم محامين محمد عادل مقبول ولا مرفوض. بإذنك يا رب، بإذن الله النقض ده هيترفض، ولو اتقبل، لو اتقبل محمد عادل هياخد إعدام، وبرضه هنعرف إذا كان في يعني ناس تانية كانت بتحرض محمد بتسخنه، في ناس تانية دلوقتي ورا الصور ورا الحاجات دي كلها ولا لا.